صار لازمني رجلتين غير يلي عندي. عن جد رح موت من تعبي. شوفي جوعان؟ قصدي لهيك زعلان؟ نيجار، أنا وضعي سيء. ريحان خانوم. قلت خانوم؟ المظلومة صارت البنت اللي افترت على حماتها. بس لاقي وقت فاضي رح ازعل عليها، عندي شغل هلأ. الله لا يقدر، بلكي انفصلت عن أمير بيك. شو دخلك سفر؟ آه؟ شو دخلك؟ شو بيهمنا بهذا الموضوع؟ بما أنه ما بيهمنا، ليش عم تتدخلي فيهم؟ ورحت اتفقتي مع جاهدة خانم. أنا ساويت هذا الشي كرمال ما يقلعونا من شغلنا ويزتونا برات البيت. بعدين انسى هذا الموضوع من أساسه، إذا عرفت جاهدة خانم رح تقلعنا اتنيناتنا. نعرف الحقيقة وبدك نسكت؟ ريحان خانم اللي حضرتك هلأ زعلانة عليها بتكون خانم هالبيت، ونحن هون خدامينا. حط عقلك براسك لحتى ما نخسر شغلنا. في شي مشكلة نيجار؟ لا، شو رح يكون في؟ ما بعرف، لأنه تصرفاتكم صايرة غريبة. إذا صار شي مشكلة بهالبيت أنا أول وحدة بتعرف فيها، فهمتي نيجار؟ طبعاً جاهدة خانم. لا يكون عندك شك، إذا صار لنا شيء وقلعونا من الشغل رح يكون من وراك أنت. سكر تمك بقى. خلاص رح سكره. شو معنات هاي النظرة؟ معقول تكون سمعت كلامنا؟ مستحيل، أصلاً لو سمعت كانت طربقت الدنيا كلها فوق راسي. مستحيل.